مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهذه الحلقة الخاصة التي نناقش فيها تكرار رسائل الاعتذار من بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين عن ممارستها السياسية خلال الفترة التي تلت ثورة 25 من يناير. فبعد مقال للدكتور حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بعنوان أخطأنا وأخطأتم وهذا هو الطريق، جاءت رسالة للدكتور صلاح سلطان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية لتثني على ما ذهب إليه زوبع، وتوضح أنه من وجهة نظر كاتب المقال فإن جماعة الإخوان المسلمين أخطأت سياسيا حين فضلت المسار السياسي على المسار الثوري بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن سلطان شدد على أن خطأ الإخوان سياسي وليس جنائي بأي حال من الأحوال. من جانبه أكد دكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وأن واجب الوقت الآن لكل القوى الثورية والوطنية أن تركز على توحيد الجهود لدحر الانقلاب العسكري الدموي الذي جرى الخراب لمصر كما يحدث الآن في دلجة وكرداسة من مجازر ومآس، فضلا عن مجزرتي رابعة العدوية ونهضة مصر وغيرها على حد وصفه. إذن مشاهدينا، ما هي القراءة الصحيحة لاعتذارات بعض الإخوان عن ممارسات سياسية سابقة؟ هل هي مواقف خاصة بأصحابها أم دعوة حقيقية لمراجعات فكرية ما؟ وكيف تقرأها الجماعة والقوى السياسية المختلفة؟ وأخيرا، هل جماعة الإخوان المسلمين وحدها فقط هي المطالبة بالمراجعات السياسية في وقت تتعرض فيه لهجمات أمنية شرسة؟ مشاهدينا، هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر وخارجه، ومعنا الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور عمرو. كما معنا أيضا الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي والخبير المتابع لشؤون الحركات الإسلامية. أهلا بك معنا أستاذ قدوسي. ومعنا من لندن عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. أهلا بكم يا نعم. أهلا بكم يا نعم. أبدأ معك دكتور إبراهيم، ولعلك اطلعت على رسالة الدكتور صلاح سلطان التي قدم فيها اعتذار عن بعض الأخطاء السياسية التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكان أيضا من قبلها مقال لحمزة زوبع وهو القيادي في حزب الحرية والعدالة. كيف تنظر دكتور إبراهيم لهذه الاعتذارات، وهل هي تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط أم هي نابعة أيضا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ويشعرون بما شعر به صلاح سلطان وحمزة زوبع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك الأخ الكريم وللإخوة الضيوف معك. أهلا بك. كما ذكر الأخوين حمزة زوبع وصلاح سلطان أنه يعبر عن رأيه الشخصي. بالتأكيد كلنا، كل مصري الآن في قلبه مرارة مما حدث، إنما أن يأتي هذا الكلام كما وضح بيان الدكتور محمود حسين هذا ليس هذا الوقت لعدة أسباب حتى بديهية ومن العدالة أن تقال، يعني لا حتى من النواحي القانونية كل في هناك النواحي هل الوقت نفسه والموضوع الشكل والموضوع الشكل الذي قيلت فيه هذه البيانات أو التي يصر أصحابها أنها هي آراء شخصية لهم في هذا الشكل، يعني هناك فرق بين الخطأ والخطيئة، بين العمد وغير العمد، وفي هذا الجو الذي يجري في البلد الآن وما حدث من تجاوزات قانونية وشرعية وغير قانونية وغير إنسانية من قوات الانقلاب وما تفضلت إشارة إليه في رابعة وغيرها والنهضة وغيرها، أن يقال هذا الكلام يضع الناس جميعا في موضع شك، هل جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤولة عن هذا الأمر وكأنها هي التي كانت تحكم، وبالتالي قد يشوش على هذا الأمر ويشوش ليس دفاعا عن الإخوان المسلمين وإنما يشوش على الحقيقة نفسها. نحن الآن في مرحلة تاريخية غير مسبوقة، الإخوان المسلمين كيف كانوا، لماذا نعتذر الآن الأخوين صلاح سلطان وحمزة زوبع وهو الموضوع الأساسي الموضوع، وكأن الإخوان المسلمين هي التي كانت تحكم،
الإخوان المسلمين أي كان الرئيس محمد مرسي ترك الإخوان المسلمين، وسنقول أنه ظل في الإخوان المسلمين افتراضا بأي صورة الصورة. رئيس الوزراء ليس من الإخوان المسلمين، غالبية الوزراء ليسوا من الإخوان المسلمين، غالبية المحافظين ليسوا من الإخوان المسلمين، كل أعضاء البلديات في مصر 4000 بلدية على الأقل ليسوا من الإخوان المسلمين، رؤساء وأعضاء وزارات السيادية ليس فيها من أحد. دكتور إبراهيم اسمح لي أن أقاطعك هنا، الفكرة فكرة الاعتذار دكتور إبراهيم ليست خاصة بالشؤون اليومية لتسيير حياة المصريين، لكن خاصة باستراتيجيات. يعني كما يقول الدكتور صلاح سلطان في رسالته مثلا، نعتذر عن قبولنا كما فعل الكثير الحوار مع عمر سليمان في لحظة من اللحظات، والمجلس العسكري ويعني من وجهة نظره كان ذلك أملا في التدرج في الإصلاح والتغيير، وندرك الآن أن المسار الثوري باستمرار الحشد الشعبي في الميادين كان أنفع لتحقيق مقاصد 25 من يناير. هذا أمر لا ينفك عن جماعة الإخوان المسلمين، هي قامت به بالفعل وتحاورت في لحظة من اللحظات مع عمر سليمان. سيد إبراهيم، يا سيدي الكريم، ده هذه إيجابية لجماعة الإخوان المسلمين أم سلبية؟ عندما تأتي البلد إلى مرحلة أزمة تحاول جماعة الإخوان المسلمين الوصول إلى أقرب حل لتجنب البلاد الأزمة وتجنب إسالة الدماء. الكل الآن يقول أن الرئيس محمد مرسي كان عليه أن يلجأ إلى المقال إلى الحالة الثورية، وأن يقيم محاكم ثورية، وأن يتبنى ثورية تستمر ثورية حتى ينتهي من هذا الفساد. إنما الرجل الرئاسة رأت أن تسير في المسار الديمقراطي بعيدا عن أي دماء وبعيدا عن أي تجاوزات، وحتى لا تصل مرحلة أن تكون فيها تجاوزات تسير فيها ولو دم لقطة واحدة. هذا ما كان عليه الرئيس. هذه هل تحسب للرئيس المرسي أو تحسب عليه؟ هذا التاريخ التاريخ هيحكم عليها. انما بعد ما راينا من مجازر الكثيرين يقولون ذلك، حتى بعض افراد الاخوان المسلمين يقول ليت الرئيس محمد مرسي لجأ الى المسار الثوري. انما في هذا الجو الان ان تطلق هذه الصيحات مع احترامي للاخوين زوبع وصلاح سلطان، انما يقول نخشى وهذا ما يحدث الآن أن يلتبس الأمر على الناس ويقول أن جماعة المسلمين أخطأت. طيب سيد إبراهيم، أصل هو الخطأ والاعتذار يعني من شيم البشر ابتداء، وهو أيضا من شيم الكرام كما يقولون كالعفو أيضا، وبالتالي جميع القوى السياسية تقع في أخطاء. الإخوان من الممكن أن يكون وقعوا في أخطاء، وغيرهم أيضا من القوى السياسية المختلفة. هل تنفي عن جماعة الإخوان المسلمين خلال العامين الماضيين، ليست فقط العام الذي حكم فيه محمد مرسي، أن تكون وقعت في أخطاء ما؟ يعني كما يقول دكتور صلاح سلطان، قبلنا الاستمرار في تحمل المسؤولية في هذا الوقت العصيب بمفردنا، لعله كان من أحد الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر. ابتداء لابد أن نضع حدا فاصلا بين الرئاسة وبين الإخوان المسلمين. محاولة هذه المحاولة التي تجري أحيانا بقصد أو بغير قصد، التأكيد على أن الإخوان المسلمين التي كانت تحكم، هذا ما نعترض عليه. الإخوان المسلمين لم تكن تحكم، الكل يعلم ذلك. إنما محاولة الرئيس محمد مرسي كان يستشير الكثيرين ومنهم الإخوان المسلمون، ولماذا تحمل الإخوان المسلمين كل نتائج هذا الأمر؟ وأنا أقول لابد من الفاصل، أن يكون هناك فاصل واضح تماما بين ما قامت به الرئاسة وما قامت به جماعة الإخوان المسلمين كفصيل سياسي موجود في البلد. هذا الفصيل السياسي أخطأ أو أصاب، الكل أخطأ أو أصاب، أو الكل يخطئ ويصيب. إنما في هذا الجو أن تعمم القضية بصورة كأن الإخوان المسلمين التي كانت تحكم، هذا ما يرفضه العقل وما ترفضه المصداقية وما يرفضه الضمير الإنساني قبل أن تكون هناك مسألة شرعية. هذا التعميم هو الذي يلبس على الناس وكأنه يتصور وكأن في النهاية وكأن ما يقوم به الإنقلابيون الآن من قتل الناس ومن قتل براء ومن قتل الناس السلميين هو بسبب جماعة الإخوان المسلمين. طيب، هذا ما نرفضه، وهذا ما لعل ما كان يشير إليه بيان الدكتور محمود حسين. نعم، ابقى معي سيد إبراهيم. دكتور عمرو، هل نغالي عندما يعني نطالب جماعة الإخوان المسلمين باعتذار عن أمور سياسية؟ الجميع من ناحية سياسية يقع في أخطاء يومية، البعض يقول أنه
الآن يجب أن يعتزل من قاموا بهذه المجازر بعد 3 يوليو عما حدث من إسالة لدماء المصريين. هم واجب عليهم الاعتذار وليس جماعة الإخوان المسلمين التي واجب عليها أن تعتذر سواء للقوى الثورية أو لأطياف الشعب المصري المختلفة. رد حضرتك. بداية أشكر وأحيي الدكتور إبراهيم منير بالتأكيد، وأنا أعلم جيدا رجل مفكر ورجل ورع وصالح بالتأكيد، لكن يسمح لي أن أختلف معه بعض الشيء. إذا نظرنا في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت عام 1928، نجد أن مسألة النقد الذاتي غير موجودة في قاموس الجماعة على الإطلاق، بمعنى أننا لم نجد أي شخصية قيادية داخل الجماعة وردت في قاموسها كلمة النقد الذاتي أو داخل التنظيم في أي من الأمور، لم نسمع بذلك. ربما يكون ذلك حدث في الداخل، لكن إحنا كمواطنين عاديين أو كمواطن عادي، أنا كمواطن عادي لم أسمع. يعني عندهم مشكلة إشكالية في النقد الذاتي بالضبط، هم لا ينتقدوا أنفسهم بشكل أو بآخر. تمام. لدينا الدكتور كمال الهلباوي، لدينا نقد الدكتور محمد حبيب، لدينا نقد الدكتور الزعفراني، لدينا نقد الدكتور ثروة الخرباوي، لدينا نقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. هذه هي الشخصيات الخمسة الوحيدة التي انتقدت أو نقدت جماعة الإخوان المسلمين، لكنها نقدتها من الخارج وهي خرجت أساسا من الجماعة. بالضبط، نقدتها من الخارج. يعني لا يمكن اعتبار هؤلاء من الجماعة حتى تقول أنهم نقدوا من الداخل. نقطة من الأهمية بمكان. نعم. أنا لضيق وقت السيد إبراهيم منير معنا، نأخذ أيضا. نعم. تعقيب من. نعم. السيد القدوسي، وبعد ذلك نعود لسيد إبراهيم منير. طيب. فكرة النقد الذاتي في الجماعة والاعتذار بشكل عام، كيف تراها؟ أنا عايز أقول بس على السريع عشان عارف وقت الأستاذ إبراهيم منير وله كل التحية. أولا، ما جرى سواء في مقال حمزة زوبع أو في مقال الدكتور صلاح سلطان هو مش مراجعة فكرية، يعني مش مراجعة لمنهج الجماعة ومش موضوع فكر الجماعة، الموضوع هو بعض المواقف السياسية، وفي هذا اتفق حمزة زوبع مع صلاح سلطان مع محمود حسين. محمود حسين قال ان الخطأ دائما وارد، وان هناك كل الطيارات السياسية تقريبا أخطأت، وانه على من أخطأ أن يصوب خطأه. فإذا قرأنا ما قدمه الدكتور صلاح سلطان باعتباره مراجعة، فإننا نخطئ ابتداء. ما قدمه الدكتور صلاح سلطان هو وجهة نظر أو رؤية لعدد من الأخطاء التنظيمية، ما يمكن أن نسميه الأخطاء التنظيمية أو التنفيذية التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين. سياسية مش بالمعنى الفكري ولا العقائدي، ولكن بالمعنى التنظيمي والتنفيذي أو بالمعنى الإجرائي على الأرض. بالضبط، هو كده التنفيذي والتنظيمي. كويس. وأنا أتفق تماما مع ما قاله الدكتور صلاح سلطان، بل إنني قد نبهت كثيرا إلى هذه الأخطاء وقت ارتكابها وأثناء الإصرار على الاستمرار فيها. عايز أقول إن أنا مع ماشي فكرة إن هذا ليس هو الوقت، سأختلف فيها أيضا مع الأستاذ إبراهيم منير، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الآية الكريمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكنا في عز فترة المرحلة المكية والاستضعاف والاضطهاد، ولم يقل أحد أن هذا ليس وقته، ولله ورسوله المثل الأعلى دائما أبدا. فكرة الخطأ والخطيئة، الفرق بين الخطأ والخطيئة، العمد وغير العمد، أنا معه في هذا تماما، وأقول دائما إنه ليس من أراد الصواب فأخطأه كالإخوان المسلمين، كمن أراد الخطأ فأصابه كالانقلاب. دكتور إبراهيم، الدكتور عمرو هاشم ربيع يتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 لديها مشكلة في مسألة النقد الذاتي ومسألة الإصلاح الداخلي على بشكل أو بآخر، أو تحديدا خلينا نقول النقد الذاتي. ردك على هذه النقطة. يعني أنا أحترم وأقدر الدكتور عمرو هاشم كرجل متخصص، إنما أقول إنه يعني كيف استمرت الجماعة من 1928 حتى الآن ولم يكن لها نقد ذاتي؟ النقد الذاتي يا سيدي الكريم داخل الجماعة موجود باستمرار. وأنا أقول للدكتور عمرو وكل الجميع، أحيانا تحدث المناقشات داخل تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين إلى حد لا يتصوره أحد، إنما أقول أن يخرج أحد الإخوة الأفاضل إلى ثم يقول نقد هذا، يعني الكثيرين لم يكن تولوا النقد، لم يكن نقد محاولة هدم الجماعة، وكأنهم كانوا في الفترة التي عاشوا فيها كانت فترة تغييب. يعني إنما أقول يا سيدي الكريم، مسألة النقد الذاتي تأتي في وقتها
وقتها، انما تكرار يا سيد يا دكتور عمرو بما حدث في 48 و54 و65 وما يحدث الان، كيف يخرج كيف تخرج الجماعه بقراءه نقد ذاتي للملأ وتعلنها وفي هذا الجو المشحود؟ يا سيد اترك الجماعه تعيش كاي فصيل سياسي في العالم، له الحريه في الحركه ولا الحريه في العمل، وسترون في داخلها ما هو اعظم من اي تيار اخر. يا دكتور ابراهيم افهم ان الاشكاليه في الوقت يا دكتور ابراهيم انه لا يجب ان يتم الافصاء عن اخطاء، ونقول هي اخطاء سياسيه في الاساس، وهكذا عبر صلاح سلطان، قال اننا نتحدث عن اخطاء سياسيه وليست اخطاء جنائيه. انت من وجهه نظرك هناك اخطاء وقعت فيها جماعه الاخوان المسلمين سياسيه، ولكن ليس من الجيد ان نتحدث عنها في هذا التوقيت؟ يا سيدي الكريم، لكل زمان مقال ومقال كما يقال. في هذا الجو الذي يقتل فيه الناس والقيادة العليا كلها، كل المشاركة في القرارات موجودة في السجن مغيبة ولا نسمع رأيها في الأحداث، حتى الرئيس محمد مرسي مغيب وهو أصلا مسؤول عن هذا الأمر. عندما تكون هناك تؤخذ أراء كل الناس وتؤخذ أقوال كل الناس ويحاسبون على ما فعلوا، تكون هناك العدالة والإنصاف. إنما الناس في السجون ومطاردين ويجبر والله أعلم بما يحدث لهم من تعذيب، أن يوجد بعضهم الآن في سجن العقرب في زنازين تحت الأرض لا ترى الشمس، ثم نقول أنك أخطأت. كيف أخطأ؟ هل سمعنا رده يا سيدي الكريم؟ يعني أنا أقول هذا هو الإنصاف العقلي، الإنصاف الإنساني، وأنا أقول هذا الكلام. عندما تكون هذه القيادات كلها في السجون ونقول لهم أخطأتوا، هل سمعنا دفاعهم؟ هل سمعنا آراءهم؟ لعلهم رأوا بين المفضول والأفضل وساهموا في هذا لعلهم أرادوا أن يدفعوا ضرر أصغر بضرر أكبر. أنتم يا دكتور إبراهيم، قيادات الإخوان في الخارج يعني لم تكن لها وقفة بشكل أو بآخر مع أداء الجماعة داخل مصر، وقفة مع النفس كما يقولون، بعثتم لهم حتى قبل 30 يونيو برسائل حاولتم أن تصوبوا فيها بعض الأخطاء من وجهة نظر البعض التي وقعت فيها الجماعة، أخطاء سياسية يعني طبعا. يا سيدي هذا حدث، وأؤكد وأنا صادق أمام الله سبحانه وتعالى أن هذا حدث، وبأكثر مما يقوله بعض الناقدين الآن. إنما نقول هذا الكلام هذا الرأي، وكان لهم ردود، إنما لهذا وقت ائتوا بالناس، اعملوا محاكمة عادلة، اعملوا محاكمة شفافة، واسمعوا آراء الناس. الشريعة فيها سيدي بين، أنا أقرر مرة أخرى، دفع الضرر الأصغر بالضرر الأكبر، ولماذا لا نأخذ هذا الأمر من هذا المقياس؟ وتحياتي للأستاذ محمد القدوس، وأنا أحترمه والله جدا. إنما القياس على حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في مجال تربوي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقال في أن ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. إنما قال في هذا المجال الذي تقتل فيه يقتل فيه الناس السلميين وتسال فيه الدماء وتنتهك فيه حرمات الله، ثم يأتي هذا الأمر بهذه الصورة. لا أعتقد أنه لا من الإنصاف للبلد ولا من صالح مصر ولا من صالح الشعب المصري ولا من صالح التاريخ أن يقال في هذا الكلام، أن يحكم على الناس، يحكم على أحد أنه أخطأ وهو مغيب في السجن. شكرا. ولا يدافع عن نفسه ولا نسمع وجهة نظره. شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم منير القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن. أعود إليك دكتور عمرو، كلمة مهمة قالها دكتور إبراهيم في النهاية، قال ليس من الإنصاف أبدا أن نطالب أحد بالاعتذار أو بمراجعة ما لأخطاء سياسية، وجزء كبير من قادة هذه الجماعة الذين أضالوا المرحلة السابقة هم الآن في السجون والمعتقلات، وممكن حتى أن يكونوا تحت التعذيب، فأين الإنصاف؟ أطالبك بالاعتذار لكن وأنت موجود حتى أتحدث معك وأسمع وجهة نظرك فيما مضى، رأيك؟ نعم، أنا لما أجي أتكلم على النقد الذاتي كمفهوم سياسي بشكل أساسي، فأنا بتكلم عليه لازم أعرف الموقف بتاع اللي بينقد ذاته دوت، إيه البيئة اللي هو فيها زي ما بيقول الدكتور إبراهيم. صحيح، يعني أنت متفق معاه في الجزئية دي؟ لا للأسف. لأن ليه مش متفق معاه يا أستاذ أحمد؟ لأن هو الوقت بيعترض على النقد الذاتي والجماعة في مرحلة بين قوسين كده استضعاف، إنجاز التعبير، ما قالش كده لكن أنا اللي تلمست كده. لكن أين النقد الذاتي أيضا والجماعة في مرحلة الاستقواء؟ يعني قصدك في العامين الماضيين؟ بالظبط. ما هو هو بيقول لك احنا كإخوان الخارج وجهنا نقد الإخوان الداخل، أو يعني تصويبات في بعض الأمور السياسية. كبير جدا يا أستاذ أحمد من اكتساب أي تنظيم سياسي شرعيته أن يكون النقد الذاتي نقد علني.
يعني يعني ما معنى ان يكون النقد داخل الغرف وداخل القاعات المغلقه؟ يعني يكون جزء من اكتساب الشعبيه واكتساب التأييد ان يكون النقد هذا النقد عادي. لكن صحيح. هذا لم نسمعه. هذه واحده. بس النقطه غياب الطرف يا دكتور عمرو. يعني انا لما اجي اقول ان الدكتور عمرو اخطا في واحد واثنين وثلاثه والدكتور عمرو مش موجود معايا، اليس من حق الدكتور عمرو ان يكون موجود معي ويعبر عن وجهه نظر، لعل ان يقول لي ان الظروف التي كانت مسيطره في وقت ما هي التي دفعتني لهذا القرار. اوصل لحضرتك في النقطه دي. ربما كان طبعا من الممكن ان يكون النقد الذاتي وارد من في هذه المرحله اللي هي بين قوسين يسميها مرحله الاستضعاف، وارد لقيادات الصف الثاني او الثالث، مش شرط انها تكون للصف الاول. وعين قيادات الصف الاول كلها ليست في السجون، يعني اعضاء مجلس شورى الجماعه بنتكلم على حوالي يمكن 80، بنتكلم على حوالي 15 او 20، ربما اكون مختلف اكثر من يعني يعني المهم ما يعني ما في جزء كبير والباقي مطارد من الخارج. في الخارج يعني ما على الاقل في نوع من الاتصالات ما بين الناس وبعضها وبعض والدكتور سلطان. لكن يبدو لي وان هناك خشيه من أن يصل النقد الذاتي أو يحدث نقد ذاتي ونحن في مرحلة الاستضعاف أن تقوى شوكة الشباب داخل جامعة الإخوان المسلمين فيحدث نوع من الشرخ أو نوع من الانشقاق. طيب دي نقطة مهمة ممكن نرجع فيها للدكتور الأستاذ القدوسي بوصفك أيضا متابع للحركة الإسلامية عموما. فعلا هي في مشكلة في مسألة النقد الذاتي لدى جماعة الإخوان المسلمين أستاذ قدوسي، وهل بالفعل يتخوفون من الأمر اللي بيتكلم عليه الدكتور عمرو اللي بيقولك لا مش عايزين نزود من مسألة النقد الذاتي العلني حتى لا يحدث شرخ ما بين القاعدة في الجماعة وما بين القيادات؟ هو مين من امتى والنقد الذاتي بيحدث شرخ؟ ده بالعكس، ده عدم وجود النقد الذاتي بيحدث شرخ. هكذا يعني يقول دكتور عمرو يعني. وربما يكون هذا التصور ايضا للانصاف، انا لا اعرف هل هذا التصور قائم داخل جماعه الاخوان ولا لا، لكن لو كان قائما فهو خطا في الرؤيه وخطا في التقدير، وانا لا اعتقد انه هذا من طبيعه الاشياء ان يؤدي النقد الذاتي الى الى الانشقاق. بالعكس، النقد الذاتي يؤدي الى مزيد من التماسك لحتى لا تضطر الى اخر العلاج وهو الكي، يعني انك انت تعالج مرحله بمرحله علشان ما تقعش في حرج. انا مع الاستاذ ابراهيم منير تماما في انه لا يجوز حتى اخلاقيا ان احكم على احد وهو مغيب في السجن، لكننا لم نحكم على احد. والدكتور صلاح سلطان الذي تحدث في اعتذار كما قلت لا عن خط فكري ولكن عن اداء سياسي، عن اجراء، زي اللاعب اللي ضيع كوره وهو منفرد بالمره جميل. فخرج جميل. يعتذر لجماهيره. بس انا ممكن اما اجيب اللاعب ده واقول له انت ده هدف سهل جدا، يقول لي والله ده انا في اللحظه دي جالي زي ما بيقولوا كرامب ولا اللي هو شد يعني، وبالتالي ممكن اتفهم دوت منه. بس هو في كل الاحوال مطالب بالاعتذار لجماهيره، يعني هو مش نازل الملعب عشان يضيع جون، ومش نازل الملعب عشان يخذل هذه الجماهير، لكنه في الاخر ضيع الجون في النهاية يعني. فلابد ان احنا يبقى في حد مسؤول. اذا من اعتذر هو من قيادات الاخوان المقدرة والمعتبرة والمحترمة كان وما زال، والدكتور صلاح سلطان او صديقي وزميلي الاستاذ حمزة زوبع. اذا فهذا الاعتذار انا ما اقدرش اقول عارف، لو ان هذا الهجوم او لو ان هذا النقد او لو ان هذه الدعوة جاءت من خارج جماعة الإخوان لوضعت العبارة التي قالها الأستاذ إبراهيم منير والتي تظل صحيحة لوضعتها وحدها ولم أضع شيئا إلى جوارها. لكن كون هذا الإجراء أو هذا النقد جاء أيضا، وده وعلى فكرة وده يخلينا نقف قدام الفكرة اللي قالها الدكتور عمرو هاشم ربيع، ما فيش نقد ذاته. وهفتكر هنا الكلام أو المقولة اللي أطلقها حسن البنا شخصيا لما قال رحمة الله عليه ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ده كانت أقصى البعض الذي اتخذ درجات النقد الذاتي، كانت اعلى لفاهم خالص طلعهم خارج الجماعه. اذا الحكايه ديت موجوده. انا بس عايز يعني يتسع صدرك ليا في بعض الثواني، عايز اقول لك انه كلام برضو اللي قاله الدكتور ابراهيم منير، احنا ليه دايما بنخلط، وانا كنت لسه في المناقشه ديت مع الدكتور عمرو هاشم ربيع دلوقتي حالا على الجزيره نيوز، لماذا نخلط دائما بين الاهداف والوسائل اللي هو بين قوسين في الصياغه غير حسنه النيه والتي لا احبها، الغايه تبرر الوسيله. الأهداف ينبغي أن تكون مشروعة والغايات أيضا ينبغي أن تكون مشروعة وصحيحة، يعني الأهداف والوسائل أيضا ينبغي أن تكون مشروعة وصحيحة. فأنا مثلا هو الأستاذ إبراهيم منير قال أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تحاول الوصول إلى حل للأزمات بأقل قدر ممكن من الدماء، وهو هدف نبيل وسامي، ولكن هل الوسيلة التي حاولت بها الجماعة الوصول إلى هذا الهدف وسيلة صحيحة؟ المؤكد أنها وسيلة غير صحيحة، بما أننا الآن غارقون في مستنقع من الدماء. وأذكره بس هو غارقون في مستنقع من الدماء، هل بسبب أخطاء جماعة الإخوان المسلمين ولا بسبب انقلاب عسكري؟ على الإطلاق بسبب انقلاب عسكري لم تنتبه جماعة الإخوان المسلمين
إلى مقدماته التي كانت أكثر من واضحة. نحن كنا بصدد انقلاب معلن، وأنا قلت قبل كده مرات وأكرر، الشخص الوحيد في مصر اللي ما كانش واخد باله ان في انقلاب جاي هو الدكتور محمد مرسي. البلد 95 مليون مصري الا محمد مرسي كنا عارفين ان في انقلاب جاي، الوحيد اللي مش عايز يصدق وهو الوحيد اللي صاحب القرار. طب انا هعمل ايه؟ لا استطيع ان افتئت عليه، لا استطيع ان انا اخد قرار غصب عنه. في نهايه المطاف القرار الوحيد الذي كان يمكن ان يحول دونه قيام هذا الانقلاب هو كان في ايد الدكتور محمد مرسي. استناني بس، عايز اقول لك انه ما ننساش بس الدكتور عمرو معاك. انا قلت لك ثواني بس، الحرب جنبتنا الدماء في التاريخ الاسلامي، انه قتل المسلمين والمشركين وغير المسلمين في كل غزوات الرسول ما زادوش على 200 واحد ولا 300 واحد، بينما الاستسلام يوم فتح بيت المقدس مات 70,000 من المسلمين ومن غير المسلمين اللي هم في ذمة المسلمين زي النصارى وغيرهم. والاستسلام الاكبر يوم فتح بغداد او غزو بغداد كلفنا 800,000. ده معنى ايه؟ يبقى الحرب لجوء النبي عليه الصلاة والسلام للحرب التي هي وسيلة لإراقة الدماء عصمت الدماء، واستسلمنا وخورنا وتخاذلنا عن خوض الحرب أهرق دماء أكثر بكثير. عايز تقول ايه برضه؟ ما انا قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام خاض كام حرب مات فيهم كلهم منه من أعداءه. انا فاهم، لكن على أرض الواقع، على أرض الواقع لو أنك دخلت في صراع سياسي حقيقي واحتفظت بالوسائل الثورية واحتفظت بالثورة في الميادين لضغطت على هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب وحلت دون قيامه، وبالتالي حلت دون نزيف كل هذه الدماء. دكتور عمرو، نحن نطالب جماعة الإخوان المسلمين اليوم باعتذار ما وبنقد ذاتي، على الرغم من أن جميع أو معظم قيادتهم داخل السجون أو إما يعني مطاردون بشكل أو بآخر. الجانب الآخر يعني أليس من الأولى أيضا أن نطالبه باعتذار؟ القوى السياسية الأخرى، جبهة الإنقاذ، المؤسسة العسكرية التي يرى البعض أنها ورطت مصر في إشكالية كبيرة جدا بدخولها في عالم السياسة بهذا الشكل الذي يسميه البعض عايز أقول يعني الذي وصل إلى حد إراقة الدماء في الشوارع بهذا الشكل للمصريين. نعم. في سابقة لم تحدث في تاريخ. نعم. مصر الحديث. نعم. أستاذ أحمد، شوف أنا هنا في أمرين اثنين. الأمر الأول طبعا الحديث عن جبهة الإنقاذ. أنا أتفق معك، يجب أن يكون هناك نوع من النقد الذاتي والنقد الذاتي العلني لهذه الجبهة، ما من شك، بمعنى أن هذه الجبهة مطالبة على اعتبار، أنا تقديري يعني ربما أكون مخطئ، أن شعبية هذه الجبهة موجودة في المناطق الحضرية على سبيل المثال، في المناطق الحضرية شعبية جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية موجودة في المناطق الريفية سواء كان في الحضر أو في القبلي أو في الوجه البحري، ربما يكون شعبيتها قلت بعد المشاكل اللي حصلت، ربما وأنا على يقين من ذلك. لكن لماذا هناك عدم تواصل ما بين المواطن العادي، المواطن العادي بشكل عام كجمهور مش القاهره بس والجيزه والاسكندريه، وجبهه الانقاذ او التنظيمات التي تتالف منها جبهه الانقاذ؟ واذا تحمله دي احدى اشكاليات جبهه الانقاذ. بالتاكيد النوع من التواصل الاجتماعي يجب لا يعني. وأمور أخرى يعني هم تحدثوا عن الحريات، تحدثوا عن كذا وكذا وكذا، والنهاردة وقفوا وراء الانقلاب العسكري بكل قوتهم ودعموه. يعني حتى السيد حمدين صباحي أما سألوه ما يسمى انقلاب، حتى ما السيد حمدين صباحي بيسألوه ده أنت هتنزل انتخابات الرئاسية ولا لو فكر السيسي في النزول، الفريق السيسي، فقال لهم لا لو فكر يعني أهلا يا سيدي وأهلا يا سيسي، ولو فكر في النزول لا من الممكن أن أتراجع عن هذا الأمر بشكل أو بآخر. أما يجب أن يكون هناك اعتذار عن هذا يعني اللوث السياسي إذا صح. أنا بقول لحضرتك البعض الأمور فيه أخطاء وأخطاء جسيمة وقعت فيها مش بس حمدين صباحي، لا في كيانات أو تنظيمات العديدة داخل جبهة الإنقاذ بالتأكيد يجب أن نسمع منها نوع من النقد الذاتي، وهذا أمر خصوصا أن قيادتهم يعني تتمتع بحرية الأنواجه. طب وماذا عن المؤسسة العسكرية في تقديرك يا دكتور عمرو في النقطة دي قبل ما نسيب جبهة الإنقاذ؟ طيب ماذا عن المؤسسة العسكرية؟ لا المؤسسة العسكرية كان في نوع من عذر لما قام به لأن ما قام به كان وصلنا إلى مرحلة نهاية شهر 6 كان المجتمع المصري في حالة على شفا احتراب أهلي ما بين طائفتين أو كمين كبيرين من الناس
وصلنا الى تقريبا يعني بس كان يعني الاحتراب الاهلي ده كان ممكن يوصلنا لاكثر من 5000 قتيل و10000 مصاب. والرجل سبق وذكر، وانا اثق فيما قيل، لان ما قاله ناس اخرون يعني ربما يكون يعني هو منع يعني احتراب الاهلي كاد يكون يعني كان يستجدي من الرئيس مرسي مساله الانتخابات الرئاسيه المبكره. هو بس السيد رئيس الوزراء هشام قنديل كان نفى كل ما ذكره في هذا السياق الفريق السيسي، وبعد ذلك حتى نفى السيد سليم العوة هذا الأمر. لكن الاحتراب دوت انت شايف ان هو كان يوصل مصر لدماء، كان هيبقى اكتر من 5000 قتيل و10000 مصاب و10000 معتقل او سجين في هذه اللحظه. حتى لو نفى هشام قنديل، حتى لو نفى الانذارات الكثيره التي ذكرها قبلها باسبوع وقبلها يومين، هي كانت طب اذا اردنا ان نقول ان هناك خطأ وقعت في المؤسسه العسكريه وعلى راسها الفريق السيسي، من وجهه نظرك ماذا يكون خطا يستوجب الاعتذار الان؟ ماذا يكون؟ لا اتصور ان هناك خطا، لكن لم يخطئه. لا لو صار ده كل بس في حاجه مهمه، يعني في حاجه مهمه عايز اقول لحضرتك، كل ابن ادم خطاء يا دكتور عمرو. انا لا ما انا فاهم بس في حاجه مهمه عايز اقول لحضرتك عليها ربما قبل ما اتحول الاستاذ القدوس. انا اخشى ما اخشى ان يحدث، واتوقع ده هيحصل بشكل كبير للغايه، لان نتيجه التجارب بتاع جامعه الاخوان المسلمين وتاريخها، ان يحدث نوع من النقد الذاتي عنوه، يعني نقد ذاتي عملي، بمعنى انك تاتي خارطه المستقبل وتقول اليوم الاسبوع القادم الانتخابات، فيصبحوا مجبرين على المشاركه. حتى الاخوان اللي قدموا نقد ابدا لم يعترفوا بالانقلاب ولم يعترفوا بخارطه الطريق، وانما تحدثوا عن اخطاء سياسيه. لكن اسمح لي بس عشان الدكتور لا ثانيه استاذ محمد، كلمه اخيره، كلمه اقل من دقيقه. التاريخ بتاع جامعه الاخوان المسلمين يقولوا انهم دائما قريبين من السلطه، ويحبون حتى السلطه التي اساءت اليهم في العهد الناصري في عهد مبارك، لا يتركوا انتخابات من سنه 84 حتى لم يتركوا انتخابات الا بشكل غير مباشر سنه 90 و95 تركوها بشكل غير مباشر، كان هناك فتح الباب. وهو يقولون ان اعداء السلطه دائما كانوا يخلوا مشكلتهم مع السلطه الملك وعبد الناصر وغيره، لكن بس دائما يتمسحوا بهم. فكره ان الاخرون هل يطالبون ايضا باعتذارات اليوم وبمراجعات، سواء كانت يعني الجبهه التي كانت تعارض الاخوان ليل نهار في العامين الماضيين من يسمى بجبهه الانقاذ وكذلك المؤسسه العسكريه وغيرها؟ يعني من يريد ان يظل حيا عليه ان يعيد التفكير في مواقفه باستمرار، وان يصلح احواله باستمرار. البيت اللي مش هيتكنس كل يوم الصبح بعد اسبوع ما حدش هيدخله، يعني هيبقى فالكنس، عمليه الكنس وعمليه التنظيف وعمليه المراجعه دي مساله غايه في الاهميه، ومن غيرها الأمور لا تستقيم. والأمر المؤكد أنه جماعة الإخوان المسلمين، أنا لما بتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين وبتكلم عن مطالبتها بتصحيح المواقف أو تجلية المواقف، أنا بتكلم عنها باعتبار أنها الجماعة التي تحوز الشعبية الأكبر في الشارع المصري. الدكتور عمرو هاشم ربيع طالبها بالشفافية وبإطلاع الشعب على مجريات الأمور داخلها، وألا يكون النقد الذاتي قاصرا على النقد داخل الغرف المغلقة. ولو لم تكن الجماعة شعبية لما جاز أن تطالب بذلك. لو هي جماعة محدودة وملهاش لازمة وملهاش أنصار وملهاش بتاع، طب أنت عايزها تبقى شفافة لصالح مين؟ يعني ما حدش مثلا بيطالب عم عبده بتاع دكان البقالة أنه ينشر حساباته، ده مسألة تخص عم عبده ومراته وابنه. لكن لما يكون ده مش عم عبده، لما تكون دي الجمعية التعاونية اللي هي ملك الدولة واللي كلنا بنروح، يبقى هنا هنطالب بالشفافية في إعلان ميزانيتها. عايز أقول بس الفريق السيسي موقفه كذب ادعائه، ما انا مش هروح برضه للدكتور العوة ولا هروح لده. الراجل متهم محمد مرسي دلوقتي انه كان يتخابر مع اعداء الوطن، اصل لو بيتخابر مع حد مش اعداء دي مش تهمه. فانت كنت بتدعو رجل يتخابر مع اعداء الوطن، يبقى انت كمان خاين. اذا كنت تدعو رجل يتخابر مع اعداء الوطن لخوض انتخابات مبكره، طب وقد تاتي به هذه الانتخابات المبكره مره اخرى، ده يظل احتمال قائم، اذا فانت ايضا خائن. يبقى اذا كذب فعل الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب او قائد السلطه الانقلابيه الحاكمه الان في مصر، كذب ادعاءه وقال ده انا دعيت مرسي والله وعملت واقسم على ذلك بايمانات المسلمين كلها ان انا دعيته قلت له تعالى عشان نعمل انتخابات رئاسيه مبكره، هو ما رضاش. ما ينفعش، لا يستقيم ان يكون هذا الرجل متهم بهذه اللائحه من الاتهامات وان يكون قد دعي الى انتخابات رئاسيه مبكره. عايز اقول لك على حاجه برضو على حكايه الاحتراب الاهلي او الحرب الاهليه، هو في حرب اهليه اكتر من احنا شعب شعب،
هو في حرب أهلية أكتر. في كاريكاتير كان واحد رسمه هايل جدا بيقول قمنا بالانقلاب لنتجنب الحرب الأهلية والآن ندعوكم إلى الحرب الأهلية لإنجاح الانقلاب. يعني فكرة إيه؟ فكرة إن التغذية المرتجعة، ده بيقوي ده وده بيدعم ده وده بيدعم ده. أنا عايز بس أرجع على موضوع نقاشنا الأساسي، لأن الحقيقة موضوع مهم أن نجليه بغض النظر عن مواقف الآخرين اللي هي حكاية الإخوان المسلمين وحكاية المراجعة. لا، إخوان المسلمين وأثناء ما كانوا في الحكم، وبالقطع أي كلام عن أن الدكتور محمد مرسي ساب الإخوان، ما حدش بيسيب العقيدة. الإخوان المسلمين هي شكله من أشكال الانتماء العقائدي، مش الانتماء العقائدي، هي مش صنو الإسلام ولا حتى صنو المذاهب، لكنها درجة من درجات الفهم، أسلوب من أساليب الفهم التطبيقي العملي للعقيدة الإسلامية في هذا العصر، ده لا شك فيه. فأنا النهاردة ما ينفعش أنك أنت تقولي أن أنا سبت معتقد، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت ممكن تكون سبت الإطار التنظيمي، ممكن تكون كذا، لكن الأمر المؤكد أن وجهة نظرك يعني مثلا واحد كان بيعتنق الفكر الشيوعي على سبيل المثال، ساب الحزب الشيوعي، لكن هل حقدر هو سابه اختلف مع رئيس الحزب ولا كان مرشح نفسه في الانتخابات سقطوه ولا سابه خلاص؟ لكن الامر المؤكد ان هو بيظل يحمل نفس الافكار. هو المقصود هنا لعلي يا دكتور قدوسي ان في خطا سياسي مثلا وقع فيه الدكتور مرسي من قرار سياسي، انت لماذا تحمل هذا الخطا لجماعه الاخوان المسلمين؟ هي لا تحكم، هو محمد مرسي التي انا ما حملتوش وصلاح سلطان ما حملوش. ده اخشى ان وجهه النظر اللي عبر عنها الاستاذ ابراهيم منير وعبر عنها محمود حسين، الاستاذ محمود حسين هي اللي حملته. يعني ايه؟ صلاح سلطان قال يا جماعه احنا اخطانا في بعض الأداءات، والأداءات يتحملها أشخاص ويتحملها ظرف ويتحملها زمن. يعني أقدر أقول زي ما قلت كده المثال بتاع الجون، أقدر أقول معلش يا جماعة الأرض كانت مبلولة واتزحلقت مثلا غصب عني، أو أصل الشمس جت في عيني فمعرفتش أنشن الكرة كويس. إذن الأخطاء في الأداء يتحملها شخص ويتحملها ظرف. الذين حملوا الأمر، يعني الأستاذ محمود حسين تكلم وكأن الأمر هو في مراجعة فكر الإخوان على طريقة مراجعات الجماعة الإسلامية وجماعة الجاد، ولا أعتقد على الإطلاق أن هذا هو مذهب إلى صلاح سلطان، بل وأؤكد أن هذا هو ما ينبغي القيام به. نكون أكثر دقة، حسين محمود حسين بيقول الإشكالية هنا، هو الكلام ده على الموقع الرسمي، أن واجب الوقت الآن لكل القوى الثورية والوطنية أن تركز على توحيد الجهود لدحر ما وصف بالانقلاب العسكري الدموي الذي جرى الخراب لمصر إلى آخره. وأيضا أضاف أن كل القوى السياسية والوطنية تصيب وتخطئ في اجتهاداتها، لأنه ليس لأحد من البشر، ليس أحد من البشر معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالك وهذه القوى تبني هذه الاجتهادات على ما يتاح لها من معلومات. هو ده يعني، هو بيقول الراجل بلا يعني مش عايزين نتفلسف بعد ما ظهرت كل الأمور والحقائق على الأرض ونبني عليها. يا عزيزي الأول في ناس كانت أصوات واضحة ومحددة وقالت الكلام ده من يوم 11 فبراير 2011، فإذا مش الحكاية إن إحنا بعد ما حصل مش عارف إيه بقى بيحصل إيه. لا، ده كلام مش صحيح. ليه؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه الكلام اللي هو قاله ده نفسه، أنا عايز الدكتور الأستاذ محمود حسين يتمسك بهذا المفهوم، المفهوم اللي هو قاله هو نفسه، إنه الكل بيغلط وانه محدش معصوم غير النبي عليه الصلاه والسلام، وان هذا خطا في الاداء السياسي وليس خطا في الموقف لا العقائدي ولا الفكري. فانا مش هحمل ده على ده، لكن كمان بقول ان جماعه الاخوان المسلمين تحتاج وبشكل واضح وبقوه الى مراجعه فكريه شامله، ومن الصواب هنا ان يقال ان هذه المراجعه لا يجوز ان تجرى الان، لان الجماعه الان تحت ضغط ربما ينحرف بهذه المراجعة من المراجعة إلى التراجع، لكن يظل هذا مطلبا بعد أن تنفرج الأحوال شيئا ما. طيب، البعض كان بيتحدث على فكرة التكويش يا دكتور عمرو لدى جماعة الإخوان المسلمين خلال العامين الماضيين وما يسمى بالإخوان، لكن من 30/6 ومن 3/7 تحديدا حتى اليوم البعض يرى أن هناك حالة من الإقصاء للتيار الإسلامي بشكل عام، حالة من العسكرة لمؤسسات الدولة المصرية. فأين هذا من ما كان يسمى بإخوان لوجود كم 7-8 وزراء و7-8 محافظين؟ ألا يدل ما يحدث اليوم ومنذ شهرين على أن الإخوان لم يكونوا يكوشوا أو لم يكونوا يؤخونوا الدولة؟ اسمح لي احمد بس في البدايه افرق بس ما بين ان انا هنا واحنا من ساعه ما ابتدينا في الحديث بنتكلم على النقد الذاتي على الامور المبدئيه، وبننفي ان يكون هناك ضروره لاي نقد ذاتي على الامور الاجرائيه تحت دعوه
الظروف أو الإجراءات أو المكان أو الزمان. لا، هو النقد الذاتي هنا وهناك نقد ذاتي هنا. يجب أن يكون نقد ذاتي في المبدأ زي ما قال الإخوان اللي خرجوا من التنظيم الإخوان المسلمين، تحدثوا عن التنظيم العالمي ونقدوا مسألة الشباب ونقدوا الانتخابات الداخلية والانتخابات في دولة المقر ونقدوا ثورة 25 يناير في الأمور المبدئية. لكن يجب أن يكون ما هو يقال عن أمور إجرائية هو يعد أيضا جزء من النقد الذاتي. لماذا ننفي أن يكون نقد ذاتي؟ لكن المشكلة بقى طب محدش بينفي إن مجرد ما الرجل نطق بالكلمة الأستاذ حمزة والأستاذ والدكتور روح سلطان الرجل على طول محمود حسين قال اوقف ده دي آراء شخصية. يعني هو مجرد ما الناس نطقوا سحب. هذه واحدة. الأمر الثاني ما ذكرته عن الجيش زي ما قلت لك الجيش لا يخطئ. لا ما قلتش الجيش لا يخطئ، انا قلت قلت ما فيش عندهم اخطاء في الحته في القصه دي في القصه دي، لكن في المرحله الانتقاليه الاولى التاكيد في اخطاء واخطاء جسيمه. انا بتكلم عن المرحله الانتقاليه، لا انا بتكلم دلوقتي الشهرين اللي فاتوا لا ما فيش، لكن ما فيش اخطاء عندهم نهائيا ولا حتى الدماء التي سالت فيها مشكله ولا فيها اخطاء. يا دكتور عمرو معقوله مين اللي ابتدى بالعنف يا دكتور عمرو؟ هل خمست مين اللي شال سلاح يا دكتور عمرو؟ مين اللي شال سلاح؟ الاخوان شالوا سلاح كانوا دافعوا عن نفسهم في رابعه ونهضه امبارح هنا هوت. انت عندك تسجيلات رابعه العدويه اللي هي اصبحت كلها تسجيلات للنيابه ولا انا عندي الواقع انت سجلتها عندك وهي اصبحت شاهد اتكلم عليه وزير الخارجيه يا سيدي العزيز. فين الاسلحه الثقيله اللي اتكلم عليها وزير الخارجيه كانت استخدمت وهم بيقتلوا؟ لا هو الراجل اعتذر عن موضوع الاسلحه الثقيله. الراجل اعتذر. خلينا نرجع احنا بنتكلم عن الامر الثالث بقى ما ذكرته من ان هناك الدعوات بالاقصاء. ما تفسره بإقصاء هو بالنسبة لك هو ليس إقصاء بالنسبة لي. بمعنى خذ على سبيل المثال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أو تشكيل لجنة الخمسين. هذه الجمعية شكلت تحت دعوة المغالبة للمشاركة، جمعية تأسيسية التي شكلت في 12 يونيو 2011. أنا فضل دقيقتين وعايز أدي منهم كان الغرض منها رفع اليد. هتكلم بسرعة. كان الغرض منها رفع اليد حتى وليس الوفاق. ما هو مشكل حتى الآن لجنة الخمسين؟ مشكل لكل واحد يعبر عن رأيه. هو ده مش يعني في ممثل واحد. مش موضوعنا. أنا كنت بكلمك عن عسكرة الدولة الآن. النهاردة لو رجعت المقال كاتبه الدكتور ياسر برهاني وهو بينتقد في تشكيل الجمعية وبيقول ان هي جمعية غير معبرة عن اطياف الشعب المصري. بس رجع ممثل. كلمة اخيرة في هذه النقطة فيما يخص اعتذارات بعض الشخصيات بشكل منفرد في جماعة الاخوان المسلمين وخروج الجماعة وتقول ان هذا ليس هو الوقت المناسب. انا هقبل اعتذار الاخوان المسلمين، مش هقبل اعتذار العسكر لان الدماء لا يعتذر عنها. الدماء جريمة تستوجب القصاص ده بشكل واضح. وهقول على حاجة انه مرة تانية نفس الكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم منير ان ما وقع فيه الاخوان المسلمين هو خطأ وما ارتكبه العسكر هو خطيئة وبينهما فرق. وحقول على حاجة على العبارة اللي قالها الأستاذ محمود حسين لما بيقولك نحن نريد وحدة الصف الوطني. انت وحدة الصف الوطني انت هتحط ايدك في ايد واحد، ايديه غرقانة بدم الناس اللي قتلهم هناك عدد من الأحزاب. احنا عارفين أسماء بعض ممثليها وبعض قيادتها ومتصورين وهم بيحرقوا وهم بيقتلوا وهم بيضربوا الناس بالرصاص، اللي هي الأحزاب التي تقود الانقلاب الآن اللي هي موجودة ضمن جبهة الإنقاذ وأعضائها متصورين بالصوت وبالصورة بالورقة والقلم. انت هتحط ايديك في ايدين غرقانة دم؟ لا. اذا الدماء حكايه اعتذار وبتاع لا، ده كلام ملوش لازمه. شكرا جزيلا الاستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي، كما اشكرك دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اشكركم شكرا جزيلا. المتابعه والتغطيه ما زالت مستمره من الجزيره مباشر مصر، وبعد قليل ساكون معكم على راس الساعه وعرض الاهم واخر الاخبار. ابقوا معنا.